احنا حاليا وصلنا في المكان اللي فيه المبرزات، وممكن تتحقوا في شكلك يا عام، لكن توا الشيخ موسى وسيد الرايد يحكونا بالتفصيل، وحنحاول نخلف قضية مطولة شوية باش نحكي لكم بالتفصيل كل حاجة هذه شنو. يعني في حاجات كما احنا نقولوا بالعامي شيء بن الرث، شيء بن حتى الرضيع. شيخ موسى لو نبدو بسم الله وتبدا تحكي لنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. طبعا كما أسلفنا الذكر، هذه المبرزات التي تم الاعتراف عليها من قبل السحرة، تم توثيقها في محاضر التحقيق وكذلك توثيق المصور لهذه القضايا. طبعا هذا كله أسحار وأعمال، منها ما هو للتفريق، ومنها ما هو للجلب، ومنها ما هو لخراب البيوت، ومنها ما هو سحر المرض وسحر القتل. حقيقة أسماء يعني لو أردنا نسلط الضوء، هذا يعني شعر، هذا أثر، هذا شعر يستعملوا فيه في أثار المسحورين، هذا كامل يطلب شعر الصبايا اللي نعم هذا يستعمل فيه في السحر، شعر الناس يستعمل فيه هو الأظافر والشعر هذا بيش يقوي به السحر. فهذا من ضمن ما وجدنا عند الناس أظن شعر واضح قدامكم، يعني معلش هو شوفوه فهمت شعر هذا قلتوا عند الساحل الباكستاني. وللأسف وجدنا أيضا خيوط، هذين الخيوط كان دفنهن في المقابر. هذين شيء عقد وعقدهن كلهن ودفنهن، هذين العقد عقدهن وكان في مقبرة البيضاء في أحد القبور ومصور المقطع. مش أسماء حد ولا صور ولا أسماء وكذا، ويسحر ويحطه في قبر، يحفر في هذا القبر ويضع في مقابر المسلمين. وتم توثيق هذا في خروج مع التحقيق إلى مصدر العمليات. وجد هذا هذا بالنسبة للسحر. إحنا حكينا بادي على موضوع البخ اللي هي النجاسة. هذه اللي احترف عليها الساحر، هذه يسموا فيها، قال هذه نجاسة فيها تراب قبر وفيها عفاكم الله بول وغائط، فيها من دم الاستحاضة والحيض والنفاس، فيها مني الرجال. وقال يعني هذه قوي بها العمل، قوي بها عمل، يعني والعياذ بالله يكتب القرآن ويسحر سحر ثم ينفث عليها بهذا الماء النجس. لما سئل هذا الساحر وتكون على الحلقة معكم بإذن الله، فقال يعني قوي العمل، وفعلا هذا شيء يتقوى به عياذ بالله الأعمال الشريرة استمرنا عياذ بالله يحصل بها الضرر. في كتاب قلت لي في مصحف قلت قطع ولا عند هذا، يعني مثلا اللي عندك كتاب الساحر، كتاب اسمه الجلب والعطف، وكتاب الآخر التفريق وماذا وفلان وفلانة، ولا ينظر إليها ولا يفكر فيها ولا يجامعها في أي مكان ولا أحد في أعجل وقت وساعة، ودير الطلسم، يعني هذا تفريق جوزوده، هذا خطأ للكراهية والتفريق والطلاق. تكتب الطلاسم بقلم لون أحمر كذا، توكلوا يا خدام هذا الطلسم بتفريق وكراهية فلان عن فلان العاجل، وهذه الساعة، وذكر الطلسم يدهن بزيت الزيتون و يوضع في بخور وجاوي وفسوخ، وتحرق هذا الطلسم على فحم، ودير الطلسم ذكر أمتى يكتب هذا الكتاب. هذا نوع من اعتراف الساحر على هذا السحر، فيه سحر المحبة والقبول، جلب الحبيب سريعا باسم القمر، وذكر أسماء يا لخوم يا لفوق يا لفور، أسماء يعني شياطين يستدعيهن هذا الشيطان وهذا الساحر ويستغيث بهم. توضع هذه المواد في مادة سوداء وزجاجة سوداء، سحر التفريق بعظم كلب للتفريق، لعلك تقرأ يا أخوي المحبة الشديدة بالطهطين. هنا الوصفة حتى وكتب التفصيل، الوصفة كيف تكون التفصيل، جلب الفتاة للمحبة للتحصين لعقد لسان حماتك، أو تقرأ يا أفندي شفته كثير من لسان الحموات خدم بواجده، هذا خادم به خدمة كبيرة بالكل، فهمت كم من لسان حماته مقفولة بالعقد هذا، فهمت، فعلى الحموات أن يلقن أنفسهن.
هذا سحر النزيف والموت يعني هذا سحر النزيف تقرا اخوي سحر النزيف والموت يعني نزف البطن الداخل حتى يوضع في القبر والعياذ بالله وهذا يعني من اعظم ما قرانا سحر سريع في امتلاك القلوب العمل قبل المقابله او الاتصال يكتب العمل يا جبريل يا قدير يا مش عارف اسماءك هم الشياطين يا يكتب هذا جلب للسارق والغائب الواحد مثلا يكون مسروقه منه حاجه يجيبها له بهذا هذا جلب الحبيب بدوره دمويه يعني الدوره الافنتاء النسائيه هذه فشوف الافعال المشينه نسال الله العافيه اسحار كثيره ابطال وهذه صوره مراه حتى هي موجوده هنا انواع من السحر كثيره هذا في الجلب في للتفريق والموت موجود عندك هنا كامل موت لان يمكن اقرا لكم بعض الاشياء البسيطه التفريق هذا نحذره التفريق بين المرء بالصور ولهذا التصوير يضع فيه كثير من الناس في الانترنت وعبر التواصل عملوا فيه وهذا مكتوب يا اخوي شركس تفريق بالصور صوره من زوج وزوجه تتهم بالقطران وتوضع مش عارف كذا الوصفة وتلف في الكفن ودفنها في القبر منسي تقرا ولا لا هذه سحر قبر منسي انا يكون قديم هذا عشان مش يجوا عليه مخفي السحر هذه العظام وجدناها مع السحر تعرف هذا راس كلب عفاكم الله تمام وهذا عظام تو هذا هذه راس الكلب عفاكم الله وما تقولك يا مسامير ومش عارف ايش مدهونه موضوع عليها شيء ومضروب في 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 عينه وكانت معه يعني اسم شخص عليه فهمت هم يكتبوا اسم الشخص المديون للعمل يعني نسال الله العافيه شفتوا الشكل وشفتوا الوضع كذلك هذا الصنم كان احد السحره واضع في مقبره الجبل الاخضر اخرج هذا العظم شوفوا هذا كان يجعل امام القبر مش عارف قال شيء الصنم يسجد له وكذا ومعه هذا العظم يعني تعبد في هذا نعم قال هذه القصبه طبعا توضع فيها صوره ويوضع ويلف ويشمع قالوا هذا يعلق في الهواء قال هذا السحر الهواء كلما تحرك شجره ولا شيء كلما اثر في ماذا المريض كذلك الجرات هذه توضع فيه صوره المسحوره ومعها ابره وتحرق قال تحرق هذا الصوره جوا والابره ويحرقوها مع الطلسم بتاعه قال تحرق فهذه المراه يعني هذا واحترف عليه السحر تسمعوا منه فنسال الله العافيه يا اما مثلا يضرها مثلا بموت او بمرض او بعنوس او على حسب وحصل مرض الحقيقه في شيء اخر مشين جدا ولكن من باب الاعلام ولكن هذا شيء يعني يذكر لكن مش من باب هذه يا اخواننا ملابس داخليه للنساء وجدنا عند هذا الساحر اسم نعم وهذه كميه كلها هذه ملابس داخليه عليهن اقفال بس من باب البيان فقط ان الواحد الحياه يستحي هذا قفل على مراه وهذه ملابس داخليه معها عقيق ومعها كذا وجد والربط يعني نسال الله العافيه يعني هذه مراه عقدت عليها لا تتزوج في ملابس داخليه وسمها موجود فيعني هذا شيء قليل من كثير الا لولا الحياه لاخرجنا اشياء اخرى يعني يد لها الجبين كذلك هذا المال ذكروه كان يستعملوا فيه كذلك في طبعا في هذا باش نوضحوا هذه في عندنا ستيكه كامله موجوده مع احترام طبعا للشركه الصانعه لهالميه فهذا كان مجهزين الميه كامله باش يوزعوها في الفرح هذه حاجه الحاجه الثانيه حكينا فيها قبل التصوير بدري السمن هذا قلت لي وحده فازعه يعني والناس عندهم فرح فماشي هذه فازعة بيها قالت لهم السمن من نينا فالسمن كان مسحور والعياذ بالله يعني توا مع احترامنا حتى واحد ما عادش حط ثقة في حد يعني حتى عندك فرح وواحدة تقول لك الكعك شوري ما عادش تاخذي منها روحك هذه موضوع البامبلينا اللي بدي حكينا عليها شيخ موسى ولا هذه البامبلينا طبعا كانت كلها مقيدة بالدبابيس او المسامير يعني كانت هكذا مقيدة بالخلف على دبوس وكذلك الرجلين كان كلهن طبعا كلهن مقيدات حتى من تحت
وعليها الاسم، هذه صورته طبعا، هذا الاسم اي نعم. كذلك طبعا جميع هذه الدبابيس او المسامير مغروسه في الراس والعينين والاذنين بالجسم بالكامل، سحر بدن. المراه تصاب يعني امراض في بدنها، سواء شلل سواء اي شيء من هذه العاهات، وتبقى على ما هي عليه. اي نعم، هذه الليل الحمد شفاء الله عز وجل. بعد فك السحر طبعا هو ايش لما يحط هذه الدبابيس يطلسم عليها ويذكر طبعا الطلسم تاع الشركي، ويبدا يغرس الدبابيس واسمها ويضعها في مكان ويبدا يشتغل بهذا السحر. اي نعم، لكن الحمد لله رب العالمين. هذا الامر هو دام طبعا دام حيض حسبي الله، اي ملصقه طبعا ملصقه بها، ف ملصق بها الصوره، اي ملصق بها الصوره ومطلسم عليها، لكن الحمد لله رب العالمين هذه يعني فك عن هذا السحر واطلسم. اي نعم، اللي حافظ هو الله عز وجل. انت كيف تبي تحفظ بيتك؟ تبي تحفظ اسرتك؟ تحفظهم بذكر الله عز وجل، بالصلاه في البيت النافله، بقراءه سوره البقره، بالاذكار الصباح والمساء، هذين يحفظ البيت. لكن قول لي بخر الحوش، سيق الحوش ميت بحر، او دير شب او غيره، هذه كلها خرافات، وكل ما انزل الله من حبه البركه في الزوايا في الحوش مش عارف، هذا كله من الدجل، هذا كله من الدجل، او رش ملح في الزوايا كله من الدجل، ميه وخل كله من الدجل، هذه ما جاءت لا في كتاب ولا في سنه، هذا توسع مذموم. هذه المسامير كانت ترمى في يعني في البيوت زوايا البيت، يدقها لكي يثبت طبعا، هو لان هذول زباين حيجوه، هو فهم العائله ان هذين كبركه ومش عارف بركه. نعم، بعض طبعا، وهذا وقفنا عليه، يجعل الحجابات في زوايا البيت من فوق ويلصق عليهن، يقول هذا يحفظ للبيت، وبالعكس هذه يعني ماذا، تمكين للشيطان لكي يكون في فلان او فلانه، وهذا موجود في البيوت، يعني يحذر الناس بالذات دق المسامير، او ياتي ساحر يقول لك نا راقي وحندق لك مسامير، دق المسامير عمره ما كان يا ناس راهو لحفظ البيوت، انما هذا يعني طلسم عليه ويجيب اللكي ويسيطر عليك الشيطان. موضوع الخواتم، طبعا هذين السحر يستعملوا فيه ايضا في الطلاسم ويطلسم عليه، ويحتاج مرات يعني يحتاج قد يصل الى القتل والعياذ بالله، ان بعض الناس يعني لما لبس بعض الخواتم، وهذه حالات عالجناها، جاءت بعض الخواتم عاش حياه ما يعلم بها الله، وبعض الخواتم عليهم جماجم وعليهم صور، هذه خطيره جدا، لما ياخذها التصميم مرات حتى ينتحر انتحار. اي نعم، مرات يصاب حكم فيه عن طريق الخاتم. اي نعم، مرات يصاب بالجنون لما يطلسم عليه وكذا، مرات يصاب حتى بالجنون، فهذه امور يستعملها الساحر يطلسم عليه بالرقية الشرعية. الأقفال كذلك كلها حسب ما تستعمل، إما لربط الزوج زوج عن زوج زوجتي، أو الزوج عن زوجته، يعني كل ما جاء في الفراش ما يحصل يعني المعاشرة، وكذلك الزوج كل ما يأتي إليه يجد يعني مانع وصد من هذه الأمور، فهذا يحصل إيش اسمها الربط، يربط عليها. أو أيضا يحصل مثلا بعض الناس يعني يقولوا تضييق الحال أو غيرها، وقد يصاب أيضا بماذا بالعقم وغيرها من هذه الأمور، هذه كلها يستعملها الساحر. كذلك الجاوي أو غيره مرات يستعمل الساحر ويقول له أعطيه له، يقول له بخر به الحوش، والصحيح أن الجن يقول له بخر به الحوش، لأنه يستعمل الجن طبعا يبيك يدير أي حاجة تقرب بها إليه، فيقول لك بخر الحوش، أنت تبخر الحوش هو قرب له، وقد يظن الإنسان أن هذا أمر يعني أمر إيش كويس. أمر كويس وسهل، فالأمر هذا روع عظيم جدا، وأيضا يعتبر أيضا فيه تقرب للشيطان وعبادة للشيطان، والله المستعان. بالنسبة للأظرف هذين قدامنا مكتوب عليه أسماء ناس أو في قيم مالية، شنو قصة هذه؟ هذين حجابات، هذين حجابات جلب الحبيب أو للتفريق، سواء هذا مكتوب عليه جلب المال وكذا. المشكلة الناس نحن نقرأ في الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فالرزق من الله عز وجل، الله يرزق وهو اللي يقدر الرزق. هنا هو يحط في صوره جوا، اللي يحط في حاجه طبعا يحط، طبعا هو يطلس هذا كله طلاسم جوا. هنا لما يجي الراجل اللي يبي المال يقول له ايش، يكتب له طبق طلاسم ويضحك عليه ويبتز في الاموال وياخذ منها اموال، ناهيك عن الامور الاخرى. كذلك جلب الحبيب وجلب الهيبه، الامور كلها جلب الهيبه ايضا، فهذه امور كلها راهي شركيه وفيها طلاسم وفيها استغاثه بالشياطين، وزي ما قرأ بادي الشيخ موسى يعني هذه الطلاسم وهذه أسماء الشياطين يستغيث بهم بغير الله لكي يخدموه، وفي نفس الوقت الراجل يمشي له مرات الحالة فتنة له، تكون فتنة له من الشيطان، فيسقم حالة شوي ثم يرد أخرى ويدفع، وهكذا يعني بعض الحجب قيمة المالية غالية جدا يا عالية. طبعا هو دائما ساحر ويستعمل في النجاسات، ويستعمل في أي شيء مستقذر، والعياذ بالله يضع فيها آيات الله عز وجل، يعني يضع فيه مرات صورة أو يضع فيه آية أو يضع فيه اسم الجلالة،
عز وجل يضع في اسمه ويحطه في أشياء قبورات، وهذا مما يعني أجمع عليه العلماء أنه من الكفر والعياذ بالله. فيضع مثل القارورة يحط فيها النجاسة، يحط فيها دم حيض عزكم الله، يحط فيها مثلا بول، يحط فيها شيء غسيل ميت أو غيره، ويضع في الأمراض ويطلسم عليه ويكتب عليه من جوا في إمراض فلان أو قتل فلان أو انتقام فلان أو التفريق أو الربط أو غيره، سواء حتى الأطفال الصغار ما نجيوا من هؤلاء حتى هم لهم حظ من هذا العمل وهذا يعني الانتقام. درج المسلم يعني الأمور النفع والضر والمحبة وغير والبغض وغيره والرزق كله من الله عز وجل، فما تلجأ مثل هذه الأشياء راي هذه راهي تضر بعقيدتك وتضر بإسلامك. في سبح وفي آيات وفي لو تحكون لنا عليه. أول شيء ربي يعطيك صحة وجزاك الله خير. أولا الحمد لله رب العالمين. السبح هذين عادة يستخدمها الساحر لتحضير الأرواح، لتحضير الأرواح، فهم عادة يستخدمونها كثير من اللغات، وعندهم لغة يسمونها اللغة السريانية، عندهم بعض الطلاسم وكثيرة باللغة السريانية، هم يقولون أنهم أسماء الله ولكن هي تحضير للشياطين، عندما يقومون بتبخير البخور وعندما يقومون بهذه الألفاظ تحضر معهم الأرواح، ثم يأتون بباقي الأثر، وعلى كل أثر نوع سحر. مثلا كما ذكر الشعر من أثر المسحور يفعل به كل شيء، كما يعني قيل أن تعريف السحر هو عبارة عن عقد وطلاسم من الأنفس الخبيثة تمرض المصاب وتهلكه وتمرضه وتفعل به كل شيء، فالسحر حقيقة يفعل كل شيء. لكن هذا أنت قلت لي هذا شعر المسحورة، قصدي مش شوية، هو واجد مثلا، واجد قصدي كيف جابوا منها؟ لا يلزم أن يكون، لا يلزم أن يكون مثلا شعر مسحورة، ولكن عادة أن يكون من أثر المسحور بهي، يأتي منهم قليل وكثير، ويلزم أن يكون شخص واحد يلم في بعضهم شوي، يجي سنة هو يلم وهن يلم. مثلا نعطيك مثلا من أثار الملابس الداخلية، ليش اختاروا مثلا ملابس داخلية؟ بهي لها هذا الأثر، لكن ليش؟ عادة مثلا للعقم، للأمراض الحوض لكذا وكذا، ليش مثلا يختاروا مثلا الكندرة؟ هذا مثلا عشان يجروا بها الكندرة، ليش تستعمل؟ يوقف الحال كما قلنا نحن للصد والربط، فكل أثر له معنى. وعادة تلقى المصاب يعني إذا كان مسحور مثلا بأنواع من السحر، عادة وهذا ملاحظ يعني عند الجميع، إذا كان عند أسحار للصد والربط إنه معاش يمشي حاله قدام، وإنه كذا طبعا كله بإذن الله عز وجل، يعني ما هم مضارين به من أحد إلا بإذن الله، تلقاه حتى يتألم من رجليه، بهي عنده سحر برأسه تلقاه يتألم من رأسه، عنده سحر في حوضه تلقاه يتألم من حوضه وغير ذلك، فهذا عادة يعني حتى الأثار المأخوذة منه مأخوذة من جانبها مكانات هذين يعني. الآيات القرآنية هذين أو مصاحف تقريبا ولا هذين شنو صح؟ كتب دينية هي تعتبر، طبعا هذين ينجسوا فيه مرات، ينجسوا فيه مرات، ينقلوا منها القرآن بالمقلوب، ومرات عشان يظهروا للناس انهم مش على حق، عدة تصرفات يعني، مش بالقاعدة ان يكون مصحف الله كذا ان يكون على خير يعني. فالله ان شاء الله بالحال يا رب، ان شاء الله يوفقكم جميعا وبارك الله فيكم، وان شاء الله يا رب يكون هذا درس كبير اللي لنا نحن والكب انتم وكل الناس، نفطنوا راهو في حاجات ممكن يعني اليوم ما فيش شيء غاب عليكم في الحلقة، وما زال مستمرين معاكم، فما جبناش حاجة من عندنا، هذا كله على أرض الواقع، شفتوا الكتابات وكال شرب الملابس كل شيء، فأفطنوا ونرجعوا لله عز وجل. عندنا احنا طبعا هنا حنكملوا باقي سلسلة حلقاتنا هنا، لكن انتوا لما تمشوا تقبضوا عليهم تمام، انتوا طبعا تعليمات معينة، لما مثلا يمشي مثلا الحوش الفلاني تلقاه غادي اول ما تخشوا احكي لنا تمام. طبعا توكل على الله اولا ونجمع المعلومه قبل، بعدها نتحروا على يعني الاشخاص هذوما، لا هل هو يتمارس مزبوط ولا لا، يعني باش نثبتوا عليه. فلو مثلا ما نجيك نقول لك والله اهتمام مثلا فلان راهو صح، ايوه بعد ما تثبت عليه توكل نقبضوا عليه على طول. بعد تنتجوا الى وين؟ احنا مكلفين مثلا نطلعوا برا يعني المقابر، لما تخش الحوش
احكي لي اول ما خدتش الحوش، هل انتم عندكم فيديوهات هلا ممكن بعدين انتم تدعمونا بين في دخولكم؟ عاده لا بتخش الحوش مرات هذين ما يدفنوش فيه في الحواشي، الاغلبيه وين في المقابر، حوش ما فيش حاجه يعني قصدي حوش عادي. تو في واحد منهم كان داير طراز مع الحوش من ضمن المسامير واشياء هيك، قال هذين اللي نصد الحكومه يعني الحكومه عاش تجيك، حصن هو على كلامه الحوش والله ما ندرس مع زينه بط الحوش، كان الله خشينا عليه ولقيناه في نص الحوش تمام ما صار طيب المسامير هو وعرضناه يعني على صفحه مكافحه وحده السحر والشعوذه بات البخور حصانه له وفيه من تعامل يعني جوزته هي للتعامل وامر هذا خطير يعني يمشي في واحد من الصحراء يتنقل لعند بنغازي معه جوزته هي اللي تخش جوه للصبايا وتستلم الاثر القيمه البرنامج يعني الشغل متاعه منظم يعني انت ممكن يجيك في الحوش ما تشكش فيه واللي جاي ضيف ايوه فهذه من ضمن القصص هذين الخراب لقى كله في المقابر الجسد. طبعا يدفن في المقابر فيه من ما نعزقوه فيه ليست مزالت في المزارع وكل مره قاعدين كل مره يتذكر ويبلغ فيك لا واجد يعني العدد واجد بكل وقدم في ليبيا انا وللاسف ما فيش اي جهه اشتغلت على الشيء اوقات مثلا قصدي بس ما قلت لي في مقابر مثلا بالتسعين وفي طبعا زي هذه وجدناها مع هذا ماذا وجدناها في قبر 1993 تقريبا هي مديوره في وضعت في 97 لكن القبر من 93 وهذا قال معبد شيطان وعلى ضوء المعبد واساسها المعبد بيش يعلم الناس عليه السحر ايش لما تجي مراه وواحد يريد يتعلم السحر هذا يسهل له المعبد مدير لجان معبد داخل المدينه ممكن القبر هذا ما يجوش نعم ممكن القبر يعني واغلبيتهم انتقلوا معنا المقابر للاسف كان الدفن كله بين القبور كنا ننتقلوا بأعضاء من للأسف واتجهنا للأثار واتجهنا للبحر واتجهوا بنا للمزارع وانتقلنا للعديد يعني ممكن نقول لك حاليا اللي احترفوا معنا بدوا معنا من كما تقول من القبة درنا إلى بنغازي رأس التين لعند بنغازي ما ناكش منطقة ولا مقبرة ولا جيناها ولقينا فيها ردم ولقينا فيها شيء هذا لو كان هناك ضابط شرطة أو نجيبه ونحطه عندي يومين بالإجراء القانوني أو 24 ساعة ونحيله للنيابة العامة النيابة الله غالب ما فيش حاجة تجرم ممكن تخالفه عليه نصب واحتيال لكن ما فيش لكن ما نعرف لكن لما توصلنا مع هيئة الأوقاف بارك الله فيهم وخطبناهم بشكل رسمي وكلفوا لنا لجنة معنا والله اجتهادك عارف وجو معنا تبين خبر واجد يعني لو كان مغير نحن حققنا ما محولناه ممكن الخبر اللي قاعد ما كنت قاعدها غير أستكت أمي ما نعرف أوقفوا شيء لكن لما جوا احترفوا وانهاروا هاروا الفضل الله لأن اللي قدامهم حقهم على بعض انهاروا لو اللي انهار يجيب أكل نعم هذا روحاني مش سهل أنت معالج روحاني روحاني هو مش مقتنع أنه هو يدير في حاجة حرام مش مقتنع أنه هو غلط مش مقتنع أنه هو ساحر لك 20 سنة وانت ساحر ودجال وتقاز ولاعب في الدنيا كلها وتقولي أنا معالج روحاني ونعالج في الناس والدعاء كان في بنغازي عدى المصراتة عدى طرابلس جاء اليوم في البيضة ومدر عنا وين كان وشوفوا في كل مكان جاء شنده هو جاء بسكينة في البيضة هذه الطيبة أنا حطيت لك خمس حواشين تدمر هالرجالة باعوها قال بلاد الدنيا هالموت طلعوا لكم الصحارين من وسط حواشينهم الفلسطيني والمغربي والباكستاني ما زال عندنا السوري ما زال عندنا الليبيين والليبيات اللي في وسط حواشينكم وراسنا عنكم كلا نعيش وزنا في خراب على خاطر صحارة وتقاز على خاطر شوية قروش ما صار خرطة